Şu an işgalci İsrail cezaevinde tutulan ve vücudunun birçok yerinde yanıklar olan Kudüs'lü esir İsra Ciyabiz çok ciddi mücadeleler veriyor. İsra'nın babası işgalci İsrail'in kızına haksızlık yaptığını ve boş yere zindanlarda tuttuğunu dile getiriyor. والله احنا بنفتقدها صحيح بس احنا زيها زي بقية اخواتها المعتقلين او المسجين او الارض هذه مش قليل عليها مش كتير عليها انه اسراء او غير اسراء لانه هذه ضحى فيها الفاتحين وال المحررين إسراء هي في الأصل اللي حصل معها هي مظلومة في الأصل الحدث مظلومة يعني ما حصلش أي إشي إنها يعني في الطريق ماشية زيها زي غيرها و صار هناك التباس وصار في تأويلات من قبل ضابط إسرائيلي مر في هناك في المنطقة هذيك وعمل إفادتين للكلام هذا وهذا اللي ضرها رسالة إسراء من بداية الأمر إسراء كانت تحكي لي منى احكي للناس ما ينسوني ما ينسوا إنه أنا بتوجع إنه أنا بني آدم وبتألم إني أنا بواجه صعوبة مزبوط إني أنا بحاول أعمل أشياء لكن أنا بواجه صعوبة في كل إشي إنه ما ينسوني ما ينسوا إنه في بني آدم بتألم وبتوجع داخل الأسر Thank you.